آلاف من الفلسطينيين الجوع في شمال غزة تجمعوا في شارع الرشيد قبل فجر يوم الخميس أملاً في الحصول على الطعام من قافلة شاحنات للمساعدات، لكن العشرات منهم قتلوا وجرحوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي وفقاً للسلطات الصحية في غزة وشهود عيان، في حين نفت القوات الإسرائيلية ذلك. وبعد تضارب الروايات بشأن الواقع المأساوية، تصاعدت الأصوات في المجتمع الدولي بشأن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق. إسرائيل تزعم في روايتها أن العديد من القتلى تعرضوا للدهس في التدافع الذي بدأ عندما هرع الفلسطينيون اليائسون في غزة إلى شاحنات المساعدات، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية بعد أن تحركت الحشود باتجاههم بطريقة تهديدية. Surely see this in some of the videos that the IDF have distributed. At some point, the trucks were overwhelmed, and the people driving the trucks, which were Gazan civilian drivers, plowed into the crowds of people, ultimately killing, my understanding is, tens of people. مسؤول إسرائيلي قال إن هناك واقعة أخرى منفصلة حدثت بعد واقعة التدافع، حيث اقترب بعض الأشخاص في الحشد من القوات التي شعرت بالتهديد وفتحت النار وقتلت عدداً غير معلوم في رد محدود. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريراً قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي نشر مقاطع مصورة للحشود، لكنها لا تظهر الأحداث التي تسببت بالوفيات والإصابات، ورفض تقديم نسخة كاملة من الفيديو المصور من طائرة مسيرة، الأمر الذي يزيد من الارتباك، وذكرت أن جودة المقاطع المنشورة ومدتها القصيرة تعقدان من إمكانية التحقق من المزاعم الإسرائيلية. الصحيفة نوهت إلى أن أحد المقاطع التي نشرها الجيش الإسرائيلي أظهر دبابتين إسرائيليتين متمركزتين على مسافة حوالي 400 متر من مسار المساعدات و12 جثة على الأقل قربها. وأشارت أيضاً إلى أن الفيديوهات تظهر هروب الناس بشكل مفاجئ ليبدأوا بالزحف والانبطاح للحماية. القائم بأعمال مدير مستشفى العودة الطبيب محمد صالحة قال لوكالة أسوشيتد بريس إن من بين 176 جريحاً وصلوا للمستشفى كان بينهم 142 مصاباً بطلقات نارية، بينما أصيب 34 شخصاً بسبب التدافع. رحنا نجيب أكل وطحين، نزلوا طاخفينا والتمينا بالشوارع ما حد يدور علينا. المأساة أثارت موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية، كررت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات صدمته، مندداً بواقعة مروعة. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الولايات المتحدة تطالب بأجوبة من إسرائيل بشأن ما حدث، وانضمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى الأصوات الداعية لإجراء تحقيق دولي. أما منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقد ندد بالمجزرة الجديدة على حد وصفه، قائلاً إن حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً خطراً للقانون الإنساني الدولي. وقال كاتب عمود في يد عود أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية البارزة إن الواقعة ستحدث نقطة تحول في الحرب وستثير ضغوطاً دولية حتى من البيت الأبيض، ولن تتمكن إسرائيل من الصمود أمامها.